السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنساش نعمل لايك نشترك في القناه وابدا كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن ابو جبل، وابو جبل قرر ان هو راوى نفسه ويروح على النيل واحسن مكان في القاهره، وراح وقضى مع صاحبه وصديقه وزميله اوقات جميله على النيل في القاهره من منظر عالي، شايف النيل شايف البرج شايف الجمال والحلاوه، وقرر ان هو يخرج كل الطاقه السلبيه اللي عنده والكلام اللي بيتقال ويطنش ده كله ويعيش حياته وهو ده الصح، لان محدش بيسلم ابدا من كلام الناس. صح كمان ان احنا نسيب الدنيا تمشي زي ما ربنا سبحانه وتعالى كاتبها لنا، ونوكل امورنا لله سبحانه وتعالى، ونفوض كل امورنا ليه، ونفوض امرنا كله ليه لله سبحانه وتعالى من قلوبنا، بدايما احنا عملنا اللي علينا ونعيش حياتنا، ومش لازم نكتئب ومش لازم نحصر نفسنا في الطاقه السلبيه، وندي نفسنا طاقه ايجابيه ودفعه جيده. هو ده اللي عمله ابو جبل، وهو ده الطريق الصحيح، ان هو لازم يتخلص من الطاقه السلبيه والانتقادات والكلام اللي بيتقال، وربنا سبحانه وتعالى اللي عايزه هيكون في الاول وفي الاخر، لانه وكلنا كلنا، وكلنا نفوض امورنا الى الله من قلوبنا، فهنلاقي ان شاء الله ان ربنا هيعمل لنا الافضل دايما، وهيختار لنا الافضل والاصلح باذن الله دائما. كل التوفيق وكل السعاده يا رب ان شاء الله، ونشوف دايما ونسمع عنه اخبار كلها خير باذن الله، هو واحنا وحضراتكم والجميع يا رب العالمين. ربنا يكتب لنا السعاده، زي ما بقول دايما انت لو دعيت بالخير لحد مش هينقص منك حاجه، بل هيجي لك اضعاف مضاعفه. ادعوا لبعض بالخير بظاهر الغيب، ربنا يكرمنا جميعا يا رب ويوفقنا ويدينا كل اللي احنا نتمناه، اللهم امين يا رب، ويبعد عننا اي شر واي حقد واي غل. السلام عليكم ورحمه الله.